قام معهد الإدارة العامة بطرح مجموعة من الدورات الجديدة عبر تقنية الاتصال المرئي بشكل يتناسب مع مختلف المستويات الوظيفية لتحقيق الاستفادة القصوى منها. هذا وبين نجم سالمين مدير إدارة التعلم والتقييم في المعهد خلال نشرة سابقة، بين أن أهداف هذه الدورات تتمثل برفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة عجلة التنمية المستدامة. هذه الدورات تم تصميمها وفق احتياجات موظفي القطاع العام في البحرين، وفق أوصافهم الوظيفية، وفق المهام المناطة فيهم. نعم. ترتكز على 5 محاور رئيسية، هي وحدة القائد، العملاء والشركاء، والمؤسسة، والاتصال والتواصل، والأداء والإنتاجية والإبداع. هذه خلينا نقول هي العناوين الرئيسية والأريا الرئيسية اللي تندرج تحتها كثير من التوبكس، كثير من مناطق التحسين وتطوير العمل الإداري. طبعا هذه الدورات هي عبارة عن مزج ما بين المعرفة، الأبديت المعرفة والمعلومات اللي حنقول الليتست في كل توبكس، بلاس ان هي لها منهجيات علمية تطبيقية، فاللي بيحضر مو بس بيسمع وبيتعلم، هو راح يطلع بأدوات تطبيقية، أشياء راح يقدر يعكسها على واقع العمل وعلى الدور اللي قاعد يقوم فيه. في دورات نحاول أن يكون موظف حكومي قادر يعني في نهاية هذه الدورة أنه يعطي قيمة مضافة. ما ينفع مثل ما حضر الدورة يرجع يؤدي نفس الدور ويطالع العمل ويطالع المهمات والخدمات اللي يقدمها بنفس الطريقة.